وفي ملف دعم فلسطين، يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، بالإضافة لخروج مزدوجي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين. ورغم عرقلة قوات الاحتلال بدخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني، إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإيصال المساعدات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك كريم، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل برغم إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدم دخول أي شاحنات إغاثية من الجانب الفلسطيني من بوابة معبر رفح إلى الأشقاء في غزة، إلا أن الشاحنات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيام وأدوية وغيرها من الأشياء المعيشية تدخل بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية لتذهب إلى الناحية الأخرى، وتدخل عبر عدد من الجهات. ربما كانت تفتش في البداية عبر معبر العوجة وتدخل عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية، لكن قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات وتتلكأ في تفتيش هذه المساعدات، وتأخذ وقت طويل جدا وتمنع دخولها في بعض الأحيان، حيث أنها لم تدخل من الناحية الفلسطينية. وقامت أيضا قوات الاحتلال بقصف ربما الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني أمام بوابة معبر رفح الفلسطينية لتمنع دخول المساعدات، لكن قمنا أيضا يعني بالجانب المصري مع الجانب الفلسطيني بإصلاح هذه الممرات تم قصفها، وتم أيضا خروج مزدوجي الجنسية والمصابين عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية وبوابة معبر رفح المصرية. ولكن تدخل الآن المساعدات الإغاثية عبر معبر كرم أبو سالم، ويتم تفتيشها تفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال، وتأخذ وقت طويل جدا، وتصطف الشاحنات بطريقة كثيرة جدا وكبيرة جدا أمام بوابة معبر رفح المصرية وفي العريش ورفح والشيخ زويد. كل هذه الأماكن بها عدد كبير جدا من الشاحنات ما زال في اصطفاف كبير ليدخل إلى الناحية الأخرى من الأشقاء في فلسطين. نتحدث أيضا عن مطار العريش الدولي الذي ما زال يستقبل المساعدات الإغاثية المختلفة من عدد كبير من الدول. نتحدث عن بالطبع أيضا المنظمات التي تشارك في إدخال هذه المساعدات، يتسلمها الهلال الأحمر المصري في مطار العريش، وأيضا التحالف الوطني الذي قام بإرسال أكثر ما يقرب من 500 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، وصلت بالفعل بالأمس إلى معبر رفح المصرية. دخل جزء كبير منها، ما يقرب 160 شاحنة منهم دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية. وربما لم يعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدد تسلمه كم من الشاحنات هذه التي دخلت عبر بوابة معبر رفح المصرية، وهذا لا يمنع أيضا استمرار استقبال مزدوجي الجنسية والمصابين يتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة، إما في العريش أو بئر العبد أو حتى في مستشفيات القاهرة وغيرها التي حددتها وزارة الصحة. كريم بيبرس من العريش، أشكرك شكرا جزيلا.